يظهر فيها سيف الإسلام خلال عملية الاعتقال. هذه صور خاصة لشبكة الجزيرة. سيف الإسلام الذي اعتقل جنوبي ليبيا ونقل إلى الزنتان بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة في الزنتان، معلومات لم يتأكد من صحتها، إنه نقل بسيارة لأحد قادة الثوار في زنتان إلى جهة مجهولة. إذن هو غير متواجد الآن في منطقة المطار، بل نقل إلى مكان آخر ربما حفاظا على سلامة سيف الإسلام القذافي، لأن مجموعة من الناس حاولت الوصول والنيل من سيف الإسلام القذافي. أترككم مع هذه الصور. كان الصح ولا كان الغلط؟ ليكون كل العائلة. بثيناها قبل قليل. جاء